تحية طيبة. إذا كان هناك في الصحافة ما يسمى بالعدد الممتاز، فإن هذه الحلقة بضيفها الذي سيتحدث فيها الليلة ترقى إلى مستوى العدد الممتاز من برنامج ليال عربية. سأقدم لكم اليوم ضيفا غير عادي، شرف الصحافة العربية على امتداد 30 سنة، واستطاع أن يرتفع بمستوى الصحافة العربية إلى مستوى العالمية، واستطاعه أن يكون مثل كبار الصحفيين العالميين الذين يكتبون في نيويورك تايمز وسانداي تايمز وغيرها من الصحف العالمية. محمد حسنين هيكل أدخل إلى قاموس الحياة العربية ما يمكن أن يسمى بالزعامة الصحفية، وهذا الرجل الصحفي السياسي هو ضيف ليال عربية في هذه الحلقة. أنا آسف أنه العبارة أنت بتنسبها إلي منقولة عن مصدر آخر أنا ما قلتهاش، وهي مضادة لطبيعتي. من سوء حظي أنه أو من حسن حظي ربما ما أعرفش أنه في ناس كتير كتبوا علي كتب، وبعضها أنا ما شرفتش بلقاء مؤلفي ولا شرفت بلقاء الكتاب نفسه. هذا الكتاب أنت تكلم عليه أنا سمعت عنه يعني، وأظن حد في مكتبي جابوه لي، لكن الظروف لم تسعفني أن أراه. هذه عبارة فيها ادعاء وأنا لا أقوله، لا أتصور أنه يبلغ بين الدعاء أن أقول عن نفسي أنه لو أديرت مصر كما أدرت الأهرام كانت مصر أحسن حالا. في فرق كبير جدا واضح بين إدارة مؤسسة وإدارة دولة. في إدارة مؤسسة عندك نوع من التحكم في العوامل المؤدية إلى النجاح لأنه مسألة محدودة، لكن في إدارة موارد الدولة وفي صراعات إقليمية وفي تحديات داخلية وفي صراعات دولية المسألة أعقد ما يصلح لإدارة مؤسسة. أنا مسلم إنه الإدارة، منطق الإدارة ومفهوم الإدارة هو مفهوم واحد أو مفهوم متصل، لكن هناك فرق كبير جدا بين أن تدير مؤسسة وبين أن تدير دولة. إدارة الأهرام في ذلك الوقت كانت نموذجا تقدميا، كانت نموذجا فريدا، ودليل على ذلك أن نجاح الأهرام في ذلك الوقت لم يكن محل نقاش. ده صحيح. أنا بعتقد أنه الأهرام عمل دور مهم جدا في حياة مصر في هذه الفترة، وأنا بعتقد أنه أيضا كان نموذج لإمكانية عمل متطور يستطيع أن يجار العصر. ما عرفش كنت تعرف ولا لا، لكن إحنا في وقتها الأهرام كان الجرنال التاسع في العالم، وكان تنظيم مبناه، وما بتكلمش على الحجر، بتكلم على التنظيم، على منطق التنظيم اللي بداخله يمكن من اكثر جرائد تقدما وقتها في هذا الوقت في العالم. يعني احنا دخلنا في الكمبيوترايزيشن، في استعمال الكمبيوترز قبل ما تخش فيه جرائد كتير قوي في العالم بره. وبالتالي فانا بتصور الاهرام كان محاوله جريئه جدا في هذا الوقت، سواء على المستوى التكنولوجي او المستوى الاداري او المستوى التنظيمي، وبعتقد انها ادت دورها ونجحت، وكان املنا كبير جدا انها تتحول نموذج لغيرها، لكن دي قضية أخرى يعني. ليال عربية، محمد حسنين هيكل. الذين عملوا مع محمد حسنين هيكل يعتبرون أن العمل معه فرصة ومتعة، والذين اختلفوا معه لاحظوا أنه لا يلجأ إلى سلاح الفصل أو البتر، وإنما كان يعمد إلى سلاح الإهمال والوضع على الرف كما يقول التعبير المصري، أي التجميد، وساعتها فعل المحرر أن يستكين أو يستقيل. ومحمد حسن الهيكل صنع من جريدة الأهرام مثلا مضيئا للعمل وكيف يجب أن يكون الأمر، الذي يجعل من جريدة الأهرام صحافة وإدارة وتنظيما ومبنى وأسلوب عمل مثلا ممتازا للإنجاز في صحافة العالم الثالث. وكما صنع للأهرام شوكة وهيبة وشأنا ومهابة، لا عن طريق استقلال الدولة وصلاته بالرئيس عبد الناصر، بل عن طريق التزام الدقة في الخبر وخدمة القارئ، خدمة تتسم بعطاء صحفي جديد في العالم العربي. أنا بعتبر الاستثمار الأول باستمرار في أي عمل وفي أي مؤسسة هو الاستثمار في الإنسان، لأنه هو ده الاستثمار الذي لا يبلى واللي قابل باستمرار على أنه يعطي لما حوله ويشع. أنا أديك نموذج. لما في مركز دراسات الاستراتيجية في الأهرام، أما قررت أن أعمل مركز الأهرام، انا تصورت انه عاده الناس تبتدي بان تحضر مبنى وتحضر معدات وتحضر مكتبه، لكن انا ابتديت احاول احضر بشر اللي هيشتغلوا. وكنت ببص قدامي العلوم السياسيه
كما تدرس الآن في كل جامعات الغرب الكبرى يعني. وتصورت كنت شايف قدامي أن العلوم السياسية كانت لا تزال بتدرس بمنطق قديم، منطق الثلاثينات، ويمكن هو المنطق المتوارث يكاد يكون من أول هذا القرن، وهو أن العلوم السياسية عبارة عن شوية من القانون الدولي وشوية من المنظمات وشوية من التاريخ إلى آخره. بينما أنا شايف قدامي أن السياسة الدولية كلها تحولت إلى علم الصراعات، وبالتالي حتى في مثلا في جامعة زي هارفارد الصراعات، علم الصراع انقسم إلى مجموعة مواد. ما عرفش كنت فاكر أو متذكر أنه دلوقتي بقى في علم جنب علم الصراعات، بقى في علوم أخرى زي إدارة الصراعات وحل الأزمات، وبقى في مادة منفصلة للمفاوضات، وبقى في مادة منفصلة حتى للعنف كظاهرة من ظواهر العمل السياسي، وبقى في أستاذ كرسي لمادة العنف في جامعة زي هارفارد مثلا. فأنا ابتديت انه احاول اخلي ابعت ناس يتخصصوا، وانتظرنا 4 سنين. يعني مثلا في واحد زي الدكتور ابو هاب مسيري، احنا بعتناه من الاهرام، بعتناه امريكا يتخصص في حاجه واحده بس وهي العقل اليهودي، وقعد 4 سنوات يتخصص في عقل يهودي، وجه مع الاسف الشديد لما تدور عليه النهارده ما تلاقيش موجود. يعني كل العناصر، انا من الحاجات الحزينه عليها جدا انه انت عشان تحضر هذه العناصر مش بس لازم تخليها تدرس، لكن لازم تتيح لها حرية التفكير، حتى التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه. أنا كنت دايما لما نقعد في اجتماعات المركز أحاول أخلي الشباب دول يحاولوا يفكروا، وكنت حتى أقول لهم بالإنجليزي Let us think about the unthinkable، تعالى نفكر فيما لا يجوز التفكير فيه، لأنه التفكير بطبيعته لا يقبل أنك تحط عليه قيد من أي نوع ولا تحت أي دعوة. وبالتالي الشباب دول بعد ما سبت الأهرام، أنت عارف كل فكر وكل فكر، خصوصا إذا كان فكر جريء وإذا كنت عاوز تفكر فيما هو غير تقليدي وفيما هو لا يجوز التفكير فيه، زي ما كنا بنقول فيه بنقول الكلام ده، يبقى إذن لابد أن يشعروا بحماية ويشعروا بأمان. تعرف عصرنا مفيش فيه إنسان يستطيع أن يكون خارج مؤسسة وأن يقول رأيه إلا فيما ندر. كل إنسان فينا محتاج إلى حماية صدفة حواليه، سميها القرية، سميها المدينة، سميها النقابة، سميها النادي، تفاوتت باستمرار، لكن أنا بتصور المؤسسة الحديثة ممكن تدي لعامل فيها هذا النوع من الحماية اللي يمكنه من إطلاق كل قدرته على الخلق. لما الشباب دول، أنا خرجت من الأهرام وثم حصل اللي حصل، ورئيس السادات كان له رأي في الصحافة، رئيس السادات له رأي كان في الصحافة انه حرية الصحافة وانك تكتب مثلا في قضايا زي التموين وقضايا زي المية والمجاري والمواصلات، وان دي حرية الصحافة. وانا كنت بتصور انه الصحافة صميم حرية الصحافة هو مناقشة صنع القرار السياسي. لما اختلفنا في المفهوم ده وادى الامر الناسيب الاهرام، طبيعي انه طبق على الاهرام رأي رئيس السادات. الشباب اللي كانوا موجودين في المركز دول كلهم تلات ارباعهم مشوا، مش تلات ارباعهم، انا اكاد اقول انه كلهم مشوا. والخساره الكبرى مش انه المبنى موجود، الحيطان موجوده، المعدات الميكروفونات ومعدات التسهيلات عشان تعمل مؤتمر موجوده، والورق والسكرتاريه والتفريغ كل اللي انت عايزه كله موجود، لكن الآلة دون الإنسان. حتى الكمبيوتر، أنت تفتكر أنه بيقول على الكمبيوتر أنه أغبى آلة صنعها الإنسان، لأنها لا تستطيع أن ترد إليه إلا ما أودعه فيها. كل الغباء الآلي موجود، لكن ما يصنع الذكاء هو الإنسان وحده. فلما العناصر الإنسانية، وكنت أقول لك الاستثمار في الإنسان، لما العناصر الإنسانية مشت بقي عندنا الآلات، ودي أي حد يقدر يشتريها، الآلة والورقة والقلم والميكروفون والتسجيل والكلام ده كله، كلها سهل جدا، هذا شيء يشتريه المال وحده. لكن ما لا يستطيع المال أن يشتريه هو الإنسان، وهو فكر الإنسان، وهو خبرة الإنسان، وهو انتقال المعرفة من إنسان إلى إنسان. سيداتي وسادتي، لابد أن أشير بأن محمد حسن هيكل لا يعلم بالمادة الغنائية في هذا البرنامج، فقد سجلت معه المادة الكلامية فقط، وترك لي اختيار المادة الموسيقية. ولابد أن أشير بأن الأغاني التي أذيعها في هذه الحلقة هي أقصى ما يمكن أن ترضي الصحفي المصري محمد حسن هيكل كصحفي عربي ملتزم، وحاولت أن أختار الأغاني التي تتغنى بمحبة الوطن ومحبة بلاده بالذات. أعود سيداتي وسادتي إلى مقاطع من حديث محمد حسن هيكل، وأسأله الآن حول وضع الأهرام في رأيه الآن، والطريف أن رد فعله كان الرفض في الإجابة، وهذا هو التسجيل، هذا الرفض.
لا انا ارجوك عاوز اقول لك حاجه، انا هترجاك لا تستدرجني. لا معلش ماناش، انا موافق على الكلام ده كله. لا تستدرجني بتكلم على الاهرام. انا من ساعه ما سبت الاهرام، اليوم اللي خرجت فيه من الاهرام وهو بالتحديد يوم 2 فبراير 1974، كنت مصمم، كنت اعلم انني لن اعود للصحافه المصريه. لن اعود للصحافه المصريه لسبب واضح انا قلته بكرره، وهو انه اذا كان صحفي يدخل بقرار ويخرج بقرار فهذه كارثه. انا مستعد ان اقبل اخراجي بقرار من رئيس الدوله، لكن عندما يصدر هذا القرار لازم يعرف انها انتهى الموضوع بالنسبه لي، لاني اذا عدت بقرار فقد اصبحت مرتهنا بقراره. هرجع رجل خائف، وهو رئيس سنة لما حاول بعد كده معايا يقول لي تعالى مثلا، اما قال لي تعالى ابقى نائب رئيس وزاره ورئيس ديوان ومستشار او مستشار امن قومي، ثم في الاخر قال لي يا اخي المساله مساله الاهرام، اتفضل تعالى الاهرام بس تلتزم. فانا قلت له سياده رئيس انا ما اعرفش التزم بايه، ومع ذلك فانا مش عاوز ارجع الاهرام او هلتزم والتزم. وحتى انا فاكر قلت له أن يمكن يعني ما اقدرش، انا مش ماركسي، لكن انا معجب بكارل ماركس في كلمه واحده يمكن قالها، طبعا معجب بيه في حاجات ثانيه، لكن له كلمه مشهوره ما اسكت عليها، ان التاريخ لا يكرر نفسه، واذا فعل فالمره الاولى تبقى دراما عظيمه والثانيه تبقى ملهاه مضحكه. فقلت له اذا رجعت الاهرام ثاني حبقى صوره باهته لما كنته ذات يوم، وفي كل الاحوال حبقى مرتهن للسلطه، فانا مش هرجع الاهرام. فكنت عارف في اليوم اللي خرجت فيه انني لن اعود للصحافه المصريه، وبالتالي يمكن الحمد لله ده كان الفرصه اللي منها ابتديت اطلع اكتب كتبي للعالم الخارجي ومقالاتي في بقيه العالم العربي، لكي احتفظ. كنت عايش في مصر طول الوقت، لم اخرج من مصر برغم كل الحملات اللي شنت عليا، لكن بقيت في مصر، كنت بكتب مقالاتي للعالم العربي، وكانت بتجمع في بعضها بيجمع في شكل كتب زي حديث المبادره ولمصر لعبد الناصر والحل الحرب والحرب والسويس والاخره، ولكن كتبي الاساسيه كانت موجهه للعالم الخارجي وكانت بتترجم، كانت بتطلع كلها بتاخدها مجموعه التايمز وكولينز او التايمز واندري دوتش. لم يكن محمد حسن هيكل متحمسا للرد عن الكثير من القضايا لأنها تثير جراحا أصبحت الآن عنده ذكريات، وبالخصوص موضوع خروجه من الأهرام. سألته عن خروجه وسألته كذلك عن إمكانية عودته لها فأجاب. ما أنا كنت لسه بقول لك أنها طرحت في أي مسادات، وأنا لا أستطيع أن بقول لك أنا قابل أن أخرج بقرار وأظل صحفي، لكن إذا عدت بقرار أفقد صفتي الصحفية. أستاذ هيكل، مسألة خروجكم من الأهرام إلى حد الآن مش واضحة كثير، ما هو المقال أو ما هي الفترة التي جعلتكم تقالون من الأهرام إذا كان يعني تعبير. إذا سمحت لي أقول لك أنه الموضوع كان موضوع فك الارتباط الأول، يعني كان باستمرار في خلافات بيني وبرئيس السادات في حوار، ده طبيعي. أنت عارف طبيعة السلطة في العالم الثالث كله بصفة عامة، إحنا في مجتمعات لم يكتمل فيها نمو الطبقات، ولأن الطبقات الاجتماعية لم تكتمل فإن التعبير السياسي عنها برضه بياخد شكل غير كامل أيضا. وانت لا تذكر أنه الحزب السياسي هو الطليعة المتسيسة لطبقة اجتماعية اقتصادية، فعدم نمو الطبقات، عدم ظهور الأحزاب بطريقة قوية فيما عدا في الغالب تنظيم واحد وبيعبر عن ظروف معينة، بيبقى في النهاية بيضع على رأس سلطة الدولة في معظم الأحيان رجل واحد، بيبقى هو تقريبا مهما كان حواليه مستشارين ومهما كان حواليه من مجالس ومؤسسات بيبقى هو في النهاية مصدر قرار. بتدرك هذه المرحلة التاريخية، وأنا كنت مدركها في مصر، والصحفي عليه في عالمنا ثالث أن يقرر هل هو زي ما قلت لك ده تركيبة السلطة وهو مؤسسات، لكن في رجل واحد على قمة هذه المؤسسات وهو صاحب القرار في إيده القرار النهائي. الصحافة في هذا، الصحافة في كل حتة في العالم جزء من العمل السياسي، فإذا كان هناك تعدد في العمل السياسي إذا نستطيع أن نتصور أنه الصحافة تبقى سلطة مستقلة تماما عن سلطة الدولة في إطار العمل السياسي. لكن أما وأنا وإنت بنعرف أنه سلطة الدولة والرجل الواحد على قمة هذه السلطة هو تقريبا وحدانية الحياة السياسية، تقريبا وحدانية الحياة السياسية، تقدر تصور أن الصحافة عندها التصاق بالسلطة. لكن تقدر تتصور أيضا أنه على الصحفي أن يقرر هل هو ذيل تابع للسلطة أو هو الطرف محاور له. مع رئيس السادات زي ما كنت مع رئيس عبد الناصر، أنا اعتبرت نفسي أني الطرف محاور لقمة السلطة. فمع رئيس جمال عبد الناصر أظن كان في مناقشات وكان في حوار مستمر واتفقنا واختلفنا، لكن الإطار الاستراتيجي لالتقائنا العام كان واضح. مع رئيس السادات أنا مارست هذا واختلفنا واتفقنا في قضايا، لكن جينا إلى قضية بالنسبة لي قضية مبدئية لا تحتمل أنصاف حلول، اللي هي قضية فك الارتباط الأول.
بعد حرب اكتوبر رئيس السادات سعى الى فك ارتباط اول عن طريق كيسنجر، وانا اعتبرت انه هذه بداية صلح منفرد، وقلت رأيي هذا مش في مقالة واحدة، قلت رأيي هذا في حوالي 14 مقال على التوالي في الاهرام. وكانت النتيجة ان رئيس السادات قال لي تفضلت على اشتغل مستشار في الرئاسة، وكان واضح ان الهدف انه يبعدني عن الاهرام، وانا اعتذرت عن ان اروح مستشار الرئاسة، وقلت للرئيس السادات لما بعت يقول انه هو اصدر قرار جمهوري بان اروح مستشار للرئيس، فقلت مش هنفذ، وقلت الرئيس السادات يملك لي قرار واحد وهو ان يقول لي ما تستناش في الاهرام، لكن اين اذهب هذا قراري انا. ويتواصل سيداتي واسرتي هذا الحوار مع الصحفي العربي الكبير محمد حسنين هيكل، وسألت هيكل اليس في الامكان ان تخدم مصر حيثما كنت، خصوصا وانك ترفض الان أن تعود إلى الأهرام وأن تعمل عملا آخر غير الصحافة، وخصوصا وأن مناصب كثيرة اقترحت عليك، أليس هدفك الأول والأخير هو خدمة مصر؟ أليس في الإمكان إذن وبالتبعية أن تخدم مصر في طريق غير الصحافة؟ إذا سمحت لي، كل ميسر لما خلق له. انا بعتقد ان انا اقدر اخدم بلدي كصحفي، يعني انا بعتبر من غير تأذن لي، من غير ان ادعي، انا بتصور انه انا صحفي مارست العمل الصحفي فترة طويلة، وعن طريق ممارستي العمل الصحفي اتصور اني حققت جزء معين من النجاح فيه الحمد لله، وبلاقي نفسي انه قادر سواء بما استطيع ان اقدمه كصحفي وبالابواب المفتوحة قدامي في العالم انه اسمع صوتي واحط صوت قضاياي، قضايا بلدي وقضايا امتي بحطها العالم كله، والعالم كله بيسمعني، واقدر اقول يعني اقدر احمد ربنا انه العالم كريم معايا، انه بيسمعني بسعة صدر، وانه بيسمعني بصبر، وانه بيسمعني بتفهم. ما اقدرش اتصور نسيب ده واروح اشتغل على سبيل المثال وزير، او اشتغل نائب رئيس وزارة، او اشتغل حتى رئيس وزارة، اذا كان لا انا لا افهم ليه نهدر. انا اعتبر ان هذا اهدار لطاقتنا، لانه انا بتصور انه في 20 واحد ضرب وزير اعلام، لكن عشان تقدر توصل هذه الأمة تعمل صحفي، وبقول الأمة اللي هي عملته، لأنه بدون قارئك الأصلي، بدون قاعدتك، ما تقدرش تبقى حاجة. إذا استطاعت هذه الأمة أن تعمل صحفي يستطيع أن يسمعه العالم، فمن باب إهدار الموارد أنك تقول الصحفي والله تعالى اشتغل وزير إعلام. ما أنا جربت اشتغل وزير إعلام، وجربت بالرغم مني يعني، ولكن قبلت هذا في ظروف معينة، لأنها كظروف إحنا كنا داخلين فيها في حرب مع احتفاظ بالأهرام، ده كان رأي رئيس عبد الناصر. فليه تخدم مصر أو ليه تخدم أمتك العربية بأنك تقبل منصب؟ وليه تتصور أنه أنك أنت لا تستطيع أن تخدم إلا إذا كنت داخل مؤسسة موجودة في العالم العربي، وأنت تعلم أوضاع المؤسسات الموجودة في العالم العربي؟ أنا مارست عملي في الأهرام وحاولت ان اعطي نفسي اكبر قدر من الحريه، عن طريق انك انت بتتفانى في عملك، عن طريق انه قارئك بيثق فيك، عن طريق النتيجه لهذا العالم يثق فيك ويسمعك باهتمام وباحترام. اذا ليه يبقى ارضى اني اروح في ظل مؤسسه انا اعلم ان هناك سلطه تتحكم فيها، واعلم ان هذه السلطه ما بقولش ضيقه الافق، لكنها صارمه جدا في معاييرها، وعلى اي حال معاييرها وقد تكون هي الحق فيها، لا تسمح لي أن أمارس حريتي بالقدر الذي أريده وبالقدر الذي يكفل أن العالم يسمعني باهتمام وباحترام. زي ما قلت لك، ما فيش حد في العالم يسمع صوت مقيد، إذا كان في قيمة لكلام أنا قلته فلأن العالم عارف أن أنا بقول رأي أو بقدم حقيقة أو بقدم فكرة مصدرها الوحيد هو اقتناعي بها، ولكنها ليست لمصلحة سلطة ولا تحت ضغط سلطة. و لما توصل في سبيل فكرتك وفي سبيل مبدأك انك حتى تقف وتتيب، انا بدي تفهم انه كان صعب بالنسبة لي جدا انسانيا نسيب الاهرام، لكن كان علي زي ما كنت بقولك ان اضحي اما بمنصب واما بمبدأ، وسبت المنصب وحتى سبت المهنة كلها في مصر، لكن هنا كان في قضية مصداقيتك، وانا بعتبر انه لا قيمة لصحفي لا يصدق الناس. في الاف الصحفيين يقرأهم الناس ويقفلوا الصفحة ثم لا يبقى شيء مما قالوا، في الاف الصحفيين يقرأهم الناس ويقفلوا الصفحة ثم لا يبقى شيء مما قالوا، لكن اذا كنت في استطاعتك انك تترك اثر لدى قارئك يبقى معه بعد ان يقفل صفحات الجريدة، انا بعتقد انه هذه ثقة لا ينبغي التفريط فيها، مسؤولية ضخمة جدا ولا ينبغي التفريط فيها. ولكن هناك قضية ترسموها، قلتم بان الصحفي من المفروض ان يشارك في صنع القرار. لا،
مناقشة القرار، مناقشة عوامل صنع القرار. لا أنا لا أرى أن الصحفي يشارك صنع القرار، لكن إذا كنت بتقول لي أنت كصحفي والله عليك تتكلم في مشكلة المجاري وتتكلم في مشكلة المية ومشكلة التموين ومشكلة المواصلات ولا شيء أكثر من هذا، أنا بقول لك أنت أسف. لابد أن يكون للصحفي الذي يحترم نفسه الحق في مناقشة صنع القرار، لكن عملية صنع القرار يتحمل مسؤوليتها من يملك هذه المسؤولية شرعيا ودستوريا، المنتخب. لكن أنا من حقي ومن واجبي كصحفي أن أناقش العوامل التي أدت به إلى هذا القرار ولم تؤدي به إلى بديل آخر له. ولكن أستاذ هيك لم تعتبروا بأن مثلا لرئيس السادات في علاقته بإسرائيل سواء كان في فكرة باتا أو كوندافيل أو كل الأشياء التي أدت إلى السلام المنفرد هذا، أن للسادات لرئيس جمهورية مصر معطيات ووقائع ربما لا يعرفها الصحفي ويعلمه. أنا بختلف معك لأنه سمحت لي المسألة مش مسألة علم، مش مسألة علم بوقائع الحوادث. قد يكون زي ما كنت بقول باستمرار، أو لو أوزنت لي بقول أنه عملية صنع القرار السياسي تستند على حاجتين. حاجة الأولانية هو الثوابت في استراتيجية أي أمة، والحاجة الثانية هي المتغيرات في حياة أي أمة. لما الاقي في قرار متعارض مع الثوابت، الثوابت هي ايه في الواقع؟ اهم الثوابت في استراتيجية اي امة هي الجغرافيا والتاريخ. وانا ما بص الجغرافيا والتاريخ، الجغرافيا لا تتبدل والتاريخ هو اللي بيديك كل تراثك الحضاري والانساني والفكري. هذه الثوابت لا يستطيع اي حاكم مهما كان لديه من المعلومات. في قضيتين هنا، في قضية العلم بالثوابت ومتابعة المتغيرات. ثوابت قضية علم ما هيش قضية معلومات. انه موقع مصر الجغرافي وتاريخ مصر الجغرافي يرتبط ارتباطا وثيقا بما يحدث في المشرق العربي، هذه حقيقة ما حدش ناقشها. اذا قيل لي ان هناك سياسة مبنية على اي معلومات مهما كانت متاحة للرئيس السادات وليست متاحة لي على سبيل المثال او لغيري، فانا بقول انه هناك حقيقة تبقى فوق كل هذه الحقائق، وهو انه مصر لانها دولة بالجغرافيا موجودة في افريقيا لكن لها بالتاريخ باستمرار وبالحياتها الانسانية كلها في اسيا. اي سياسة من شأنها ان تقطع مصر عن بقية الامة العربية في المشرق ثم ايضا في المغرب، هذه السياسة خاطئة لانها تتعارض مع الثوابت. ثم انا عايز اقول لك حاجة في قضية المعلومات. انت ساعات بنتصور انه رئيس الدولة عنده نوع من الميستيك او عنده نوع من الوسائل الشيطانية لا يعرفها حد، انه في عفريت من الجن بيجيب له معلومات خافية على كل البشر ومتاحة له فقط، وهذا ليس صحيح. سمحت لي اذكرك بكلام قاله رئيس كندي ده، وهذه الولايات المتحدة الامريكية مش على متخلف زي احوالنا. يعني رئيس كندي مرة قال وهو موجود في البيت الابيض، رئيس قال حقيقة وانا قستها واظن اي حد في استطاعته يقيسها، انه جميع المعلومات انه هو لقى بتجربته انه 92% من المعلومات التي يبني عليها قراره علنية و 8% فقط معلومات سرية. ده في الولايات المتحدة الامريكية. انا بدعي وانا كنت في وقت من الاوقات بالقرب من عبد الناصر او بالقرب من رئيس السادات كان عندي الفرصة ان اشوف كل ورق الدولة. مثلا بتقدر تتصورنا بصداقتي مع رئيس جمال عبد الناصر، وكنت قرب صنع القرار، قرب عملية صنع القرار، وايضا مع رئيسات لغاية حرب اكتوبر، ان شفت كل ورقة تقريبا شافها اي واحد فيهم. واستطيع ان اقول لك انه فيما هو متاح من المصادر العلنية لحد مستعد ان يتابع وان يبذل جهد في المتابعة وان تكون لديه مقدرة الربط بين الاشياء، استطيع ان اقول لك انه ليس هناك اضافة فيما عدا بعض التفاصيل، واكاد اقول انها تتصل بالثرثرة اكثر مما تتصل بالحقائق. بمعنى انك هتشوف مثلا بعض تقارير المخابرات وبعض تقارير المباحث. وهقول لك حاجة، انا قريت تقارير سفرائنا، انا بتصور ان مصر بلد من اكثر بلد العالم العربي تقدما. انا قريت ل 25 سنة قريت كل تقارير السفراء، واستطيع ان اقول لك بمنتهى الامانة انني استفيد من نيويورك تايمز مثلا اكثر مما استفيد من تقارير جميع السفراء. وبالامر الامر يقتضي من جانبنا امر يقتضي بعض المتابعة. الصحافة في العالم ووسائل الصحافة في العالم والمراكز المتخصصة في البحث العلمي ومراكز الدراسات الاستراتيجية في العالم، اذا كان في مقدور حد ان يتابع انتاجها وان يتابع مناقشتها، انا اتصور يبقى عنده من العلم والمعلومات ما هو متاح لجميع رؤساء الدول العربية مجتمعين، سواء من تقارير مخابراتهم ومن تقارير مباحثهم ومن تقارير السفراء.
قصدي ان اقول بين ده ايه، قصدي اقول حاجه واحده، انه هناك اولا قضيه العلم، وهذه اكبر جدا من قضيه المعلومات، والعلم يتصل بالثوابت. هناك قضيه المعلومات وهي التفاصيل المتغيره والمتبدله والمضافه، لكن هذه بنسبه قليله جدا ازاء الثوابت اللي هي ثوابت العلم والحقائق الثابته الغير قابله. اما ان يضاف لي تفصيل من التفاصيل، هذا قد يؤثر في الحركه التكتيكيه على المستوى التكتيكي. اما على المستويين الاعلى من التكتيك وهما مستوى الاستراتيجيه العليا ومستوى الاستراتيجيه، فانا لا اتصور ان رئيس الدوله، رئيس اي دوله في العالم، يملك اكثر مما يملكه اي انسان يتابع ويهتم. ولكن لا تعتبروا بان مصر اعطت بما فيه الكفايه وضحت كما لم يضحي؟ اعطت وضحت ودورها لا يعوض، اعطت وضحت ودورها لا يعوض، ليس هناك شك في هذا. ولم يعطي بلد عربي لهذه الامه اكثر من عطاء مصر، ولا اظن، مش بس كده، ولا اظن ان في مقدور اي بلد عربي اخر، بقول ده والله عن غير تعصب اقليمي ولا عن غير عصبي، لكن بقول انه ليس في مقدور، لم يعطي بلد اكثر مما اعطت مصر، وليس في مقدور اي بلد اخر ان يعطي ما يمكن ان تعطيه مصر. اذا كانكم تقولون بان السادات معذور؟ لا 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 لا، هذه لا لا لا، هذه دي قضيه اخرى. انا ما بقولش السادات معذور، وانا بش يعني في، وانا لا ادينه ايضا، انا ضد اي حد، يعني انا ضد اي حد يتهم رئيس السادات لا سمح الله بالخيانه. انا بعتبر انه رجل اجتهد واخطا، قلتم هذا ده رايي، وقلت هذا في حياته وقلت بعديه. لكن انا بتصور انه في قضايا اساسيه بالنسبه لمصر، خصوصا بالنسبه اللي كنت بتكلم عليه الثوابت، لا يملك اي زعيم ان يقفز مهما كانت قيمته التاريخيه، لا يملك ان يقفز فوق لمتطلبات ولاملاء الجغرافيا والتاريخ. لكن ليس من حق احد ان يقفز فوق الجغرافيا، وليس من حق احد ان يقفز فوق التاريخ، وانا لا اسمي ده السياسه، ولكن اسميه هرب من الواقع. يعني كون مصر عربيه ثوابت الجغرافيا وثوابت التاريخ ويسمي ده سياسه، لا يمكن، لا يمكن ان تكون هناك سياسه في اي بلد الا ان تكون معبره عن رؤيتها الاستراتيجيه لنفسها ولغيرها، ولا يمكن ان تكون هذه الرؤيه الا معبره بالدرجه الاولى عن جغرافيتها وتاريخها. الباقي كله في اعتقادي تفاصيل يمكن او التجويد فيه ويمكن اضافه عليه، لكن ما يصنع الاستراتيجيه العليا لاي بلد هو الجغرافيا والتاريخ، وما يصنع الاستراتيجيه هي ممارسه الجغرافيا والتاريخ، والتكتيك هو الحركه اليوميه في سبيل الاداء الامثل على ضوء الظروف المتغيره. وكون مصر ملتصقه بالعالم العربي، وكون ان الهويه المصريه العربيه لا تنفصل عن الهويه العربيه العامه والمصلحه العربيه العامه والاستراتيجيه العربيه والى اخره، هذه قضايا لا يملك حد غيرها. غير في اسلوب ممارستك لها كما تشاء على ضوء المتغيرات، لكن لا تمس الثوابت، لانك اذا مسست الثوابت تبقى بتعمل خروج فظيع جدا عن كل ما تقتضيه الامور او ما تتطلبه الامور. انا ادعي انه مهما كانت دواعي، سواء كانت دواعي بالملل او بالصعوبات اللي بتعترض او بالضيق او بالغضب او بعدم الرضا، ممكن يكون رئيس السادات كان عنده عذر في انه العالم العربي مش عارف قصر او لم يقصر، لكن في واجبات للامم وفي مسؤوليات للامم وفي ادوار للامم لا تملك ولا يملك احد ان يغيرها. او ربما تأذن لي اني لا ادعي، لكن انا لما كنت في السجن الانترناشونال بريس انستيتيوت. اذا سيداتي وسادتي، في هذه الحصه قدمت اجزاء ومقاطع من الحوار الطويل الذي سجلته مع الصحفي العربي الكبير محمد حسن الهيكل. أذعت فقرات في هذه الحلقة وأحتفظ ببعض الأجزاء الأخرى لتقديمها ربما في فرصة قادمة، خصوصا وأنها ترقى إلى مستوى الوثيقة الصحفية. أرجو أنكم قد استمتعتم بهذا اللقاء مع محمد حسن الهيكل الذي نشرته منذ مدة في مجلة الإذاعة والتلفزة، وأتمنى لكم كل التوفيق والى اللقاء. وقال لي محمد حسن الهيكل الاستاذ الذي عرف العالم بمصر.